بسم الله وعلى بركة الله وتوفيق مشاهدينا في كل مكان. ينطلق شوط آخر من هذه الأشواط الجميلة والمثيرة. هنا الشوط الثالث على بركة الله وتوفيق، تمت الانطلاقة. مقدمة الشوط والمركز الأول والصدارة، صدارة الشوط من البداية. مين البدا؟ بدا بالفعل خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. مرحبا ومسهل اشعار المختبر. هذه الشاهينية التي تقدمت في هذه اللحظات ما شاء الله، وانطلقت الى الافاق، الى مقدمة الشوط والى المركز الاول. المركز الثاني والوصول والقدوم مع انطلاقة مشاهدينا. هناك رمضة لمبارك بن سعيد بن قران المنصوري، ما شاء الله وتبارك الرحمن. رمضة حارة قوية ما شاء الله، انطلاقة هذا الشعار، شعارك شعار ما شاء الله، له انجازات سابقة ولو انجازات عديدة. مبارك بن سعيد بن قران المنصوري ينطلق هذا الشعار ما شاء الله تبارك الرحمن. المركز شعار الغزال على ما اعتقد. المركز الثاني مشاهدينا من الجانب الاخر والدخول والقدوم. القدوم من قبل الشاهينية محمد بن حمد بن مشيط المري. هذا هو شعار بن مشيط، وصلنا شعار الأداء الجميل. ومن الجانب الآخر الشاهينية حمد بن محمد المبارك المهيري ينطلق بهذه اللحظات بهذا الأداء بالانطلاق الجميل. الله على الشوط، الشوط جميل للغاية. ووصول وقدوم آخر مشاهدينا من قبل التي وصلت الشاهينية على بن سعيد بن علي العمري. هذا هو الأداء، هذا هو الشوط. والكاميرا كاميرا تبيوس تتجول بين هذه الأسامي وهذه الشعارات الجميلة التي حطت الرحال في عاصمة الميادين لتكون أحد الشعارات القوية في هذه الميادين ما شاء الله تبارك الرحمن. النقلة بالمقدمة والمركز الأول والصدارة. ما زالت رمضة 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 المبارك بن سعيد بن قران المنصوري هي التي انطلقت، كما انطلق أيضا شعار بن مساعد التي قادم من الظفر. تبى تضيف سلام اخر. المركز الثاني والغدوم والوصول، الوصول الوصول ما شاء الله تبارك الرحمن. الشاهينية علي بن خليفة بن عنتر الغفلي بن عنتر وصل، راعي السوان وصل، راعي الاداء الجميل وصل. يتقدم هذا الشعار، له انجازات، له سجلات التي يعرفها بالفعل الشباب من خلال مشاركاته في المواسم المضت. ولكن وصل مشاهدينا، وصل في هذه اللحظات، وصل شعار الذيب. وصلت الشاهينية لمحمد بن سعد بن خالد المنصوري وبجواره تماما. وصل شعار بن كلثم، وصل شعار بن كلثم، وصل شعار ابو سهيل. بدأ يتقدم في هذه الانطلاقات في هذا الاداء الجميل في مقدم في المركز الرابع. سيف بن سهيل بن كلثم الخيلي يتقدم مع الشاهينية، ولكن ما شاء الله علي بن عنتر، بن عنتر شاف المنصة، بن عنتر شاف الخط، شاف اللاين، شاف الفوت فينش. ينطلق في هذه اللحظات، ينطلق في هذه اللحظات مشاهدينا في كل مكان. علي بن خليفة بن عنتر الغفلي ختم على غفلة الغفلي، لك التحية من هذا المكان ما شاء الله تبارك الرحمن. وسلامنا لأهل السوان، سلامنا إلى أرض القواسم الكرام، راس الخيمة وما داورها. الله على هذا الانطلاق الجميل. قلناكم شعار من الشعارات التي يعرفها ايضا الشباب، يعرفوا بن عنتر شعاره. الله يا بن عنتر، بن عنتر الغفلي. هذه الشاهينية لعلي بن خليفة بن عنتر الغفلي بدون منافس، حسمت الشوط الثالث في هذا اليوم من عاصمة الميادين. سلام لميدان السوان وارض
أرض القواسم الكرام. المركز الثاني وصول مع رمضة المبارك بن سعيد بن قران المنصوري، والمركز الثالث الشاهنية لمحمد بن مسعد بن خالد المنصوري. والتوقيت الأفضل والأجمل مشاهدينا 4:32.3 من الثانية، هو توقيت جميل والأفضل مشاهدينا في هذه اللحظة.